Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, merci infiniment d'être toujours fidèles à votre chaîne Biyad Aujourd'hui, nous allons faire euh, un exercice très important sur les racines énièmes. Les racines énièmes, c'est une partie qui est dans le cours de la continuité d'une fonction. C'est le niveau du de deuxième bac dans le cours D'accord? تيقرا بيان سيغ بي سي صحاب بي سي و صحاب اس في تي و حتى صحاب لي سيونس مات الو هاد لابارتي لي تري امبورطونت اي دايوغ بخوميييغ كونترول في الدور الاولى لي تيكون داخل فيه الدرس ديال الكونتينويتي ضروري فيك واحد الكيسيون غادي يقوليك كالكولي دي ليميت و هاد لي ليميت غادي تلقاو بحال هادو لي غنخدمو دابا يعني دي ليميت لي فيهم لي غاسين انيان يعني. بعدا واحد دو ليميت ولا تروا ليميت فيهم لي غاسين انيا ضروري هادي اي بخوف تيحط هاد المسألة هادي باش تكونو فاهمين الو الله يرضي عليكم اللي لي تكنيك لي غادي نتكلم عليهم اليوم نتمنى انكم تضبطوهم نبداو ب بخوميييغ ليميت الوغ شنو عندي هنايا ليميت دو كوا غاسين ديال اكس بلوس سانك دو اوردر تخوا موان دو سيغ كوا اكس موان تخوا كون اكس تنفيغ تخوا اول حاجه غادي ندير كنمشي نعوض ديروا ايغال نمشي بقالي 9 دونك اول حاجه نقدر نديرها نمشي نعوض ملي غادي نعوض هنايا اكس ب 3 غتولي عندي غاسين 3 بلس 5 دونك غتولي هي غاسين 8 دو. دو, 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 دو دو 3 غاسين 8 دو فو دو 3 في الحقيقه راه هي 2 علاش لانه غاسين 8 دو دو 3 8 نقدر نكتبها هي 2 ا بيسونس 3 2 × 2 × 2 3 × راه هي 8 الو ملي تيكون عندنا نفس العدد اللي كاين هنا وكاين هنايا راه كنحيدو هاد بجوج مع الغاسيون تيبقى غير هاد العدد اللي كاين هنايا هادي قاعده هادي ذكر بها غاسين ديال اكس دوغد ام على بويسونس هنا ام كيبقى لي غير هاد العدد اللي كاين وهنايا بالشرط انه اكس يكون انومبر بوزيتيف دكاغ فوالا دونك نعقل على هاد القاعده مزيان

هادي سي 4 علاش لانه 64 نقدر نكتبها هي 4 على بويسونس 3 وتولي 3 ماشيه مع 3 والراسين تبقى لي 4 راه هادو يتحفظوا الله يرضي عليكم يعني ما تبقاش كاز في الوقت تحسب فيهم شنو هما راه هنا راسين 8 3 هي 2 2 2 0 هنا 0 دونك 0 على 0 فورم ان ديتيرميني 0، ملي تيكون عندي فورم ان ديتيرميني هنايا عندي يعني عندي واحد البلاصه اما النيميراتور ولا 0، عندي مكتوب على هذا الشكل غاسين ان ان شي حاجه راهي وهنا بليس ولا موان سوا كانت موان انا ندير هذه البلاصه ا مثلا وهنا سوا كانت هنا موان ولا بليس وهنا راه ممكن تكون عندنا غاسين عاوتاني هنايا داكوغ غير هو نفترضوا انه عندنا الا كان غاسين يكون عندنا لو ميم اوردر سينا نلقاو دي بروبليم الو حنا غادي في الغالب لي ليميت لي تيتعطاو في الكونترول تيكون على هاد الشكل تتكون بلاصه وحده هي اللي فيها الغاسين بلاصه الاخرى ما فيهاش غاسين الو شنو غادي ندير هنايا هنا نطبق خصني نحيد نحاول نحيد هاد الغاسين هذا باش نحيد هاد الغاسين هذا شنو تندير كاينه واحد ايدونتيتي تور اللي خصني نعقل عليها ا آه على بويسونس 3 شنو كت موان بي آه على بويسونس 3 شنو كتساوي كتساوي ا آه موان بي فاكتور ا آه بلس ا آه بي بلس بي او كاري وكاينه وحده اخرى ا آه لابيسونس 3 بلس بي ا لابيسونس 3 شنو كتساوي ا آه بلس بي فاكتور ا آه او كاري ا بي بلس بي او كاري, B B أو كاري. <applause> انا شنو غادي ندير باش نحيد هاد الغاسين خاصني هنا عندي دو 3 خصني تكون هادي على بيسونس 3 بمعنى هاد لي كريتيو هادي في الحقيقه راه كتشبه ا موان بي ا عندي هي هاد الراسين كامل و بي راه هي دو الو هاد ا موان بي باش تولي عندي هنايا 3 خاصو لي عندي هاد لي كريتيو هادي يعني باش تولي عندي هنا ا لا بيسونس 3 وهادي ا لا بيسونس 3 شنو غادي نمشي ندير هاد ا موان بي كنحاول نضربها في ا او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري فوق لتحت يعني باش تبقى عندنا ليغاليتي هذاك الشيء اللي غنضربوه لفوق غنضربوه لتحت الو شنو يوقع كنبدا بالتحت البلاصه اللي فيها عندي اكس 3 فاش في هاد لابارتي هادي بلس ا بي بلس بي قلنا ا راه هي هاد الغاسين و راه هي دو دونك نمشو باش نكتب ديال اكس بلس 5 دو 3 بلس هاد دو مضروبه في هادي داكوغ يعني على ا بي 2 جذر ديال x plus 5 دور 3 plus هاد 2 او كاري شحال 2 او كاري سي 4 ودابا هادي اللي هي ا موان بي هادي تتكتب هاد لي كريتو هاد النيميراتور هاد الوسط تكتب على شكل ا موان بي هاد ا موان بي باش تولي لي ا على بويسونس 3 بي على بويسونس 3 قلنا غادي نضربوها هي

Moins 2 à la puissance 3. Donc, je vais vous donner l'expression. Le D'accord Je vais vous donner A à la puissance 3, moins B à la puissance 3. Très simple. Quand x tend vers 3. x tend vers 3. Je vais vous donner 3 à la puissance 3. 3 à la puissance 5.

DL1, racine x plus 5 d'ordre 3 au carré, plus 2 racine, x plus 5 d'ordre 3, plus 4 quand X tend vers 3. D'abord, il y a X est à route dans le 3, je ne veux pas dire. Je dire 8. Racine 8 d'ordre 3, c'est le 2. Alors, chaque fois vous dire que 2, 2 à la puissance 2, c'est quoi c4 et dana 4 plus هنا تولي ع ثاني غاسين 8 d'ordre 3 لي هي 2 2 مضروبه في 2 راه هي 4 plus هذا 4 لي عندنا الاخره تولي عندي 1 sur 12 c'est terminé d'accord voilà غادي نمشي دابا ليميت الاخرى عندي ليميت ديال x² x على غاسين ديال x 1 على لابويسونس 3 ناقص ا quand x زيرو هنا ملي نعوض الفوق الى غير الفخ... الغاسين هنا كاين الفوق وهنا الغاسين كاين تحت. نفس الفكره هو نحاول نحيد الغاسين باش نحيد الغاسين خص يولي عندي هاد الغاسين على بويسونس 3 بمعنى نفكر في هاديك لي دونتي دونك هي وهذه هي بي الوغ باش تولي عندي ا لا بيسونس 3 موان بي على بويسونس 3 شنو ندير تخيل هذه هي ا موان بي فاش خصني نضرب خصني نضرب في ا او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري بمعنى نضرب في هذه راه هي ا وهذه بي نضرب في هذه او كاري بلس هذه مضروبه في هذه زائد واحد او كاري فوق لتحت هاد ا موين بي لا ضربت في هادي انا كتبها ديراكت ومو هي ا ا راس بوونس 3 موين بي ار بوونس 3 كيعني هادي ا راس بوونس 3 فالعوقت تولي تكتب داكشي غابيدمون ما تبقاش تلقى الوقت ما تبقاش تضيع الوقت ناقص ا راس بوونس 3 والفوقه تولي عندي اكس او كاريه بلس اكس مضروبه في هاد لا بارتي هادي هنا نوضع هنايا لان داكشي اللي غتضربوا الفوقه تضربوا لتحت لتحت هاد ا موان بي نضربها في بارتي بحالك عوض نكتب هادي كامل و نبقا نضيع الوقت كنجي نكتب ديريكتومون هادي ها هي فينا هي و الفوق شنو غنجي نكتب فوق ضروري نوضح هادي لانو اكس, بيس إكس أوكاري كاري بليس اكس فاش نضربها هادي أوكاري كاري لي لي هو ا او بليس واحد مضروب في هاد الغاسين لي هو الغاسين ديال اكس بليس ان طوضر تخوا بليس ان أوكاري كاري راهي ان كون اكس طون زيرو تخوا غادي يمشي مع تخوا مع x تبقى اكس هنا يبقى ان و ان موان ان زيرو لي غير اكس لتحت هنايا الفوق غتبقى نستطيع هادشي كامل منقدروش مي هنا نقدر هنايا بواحد لو اكس سينو ولا مدرتش نستطيع راه نلقى فورما خصني نفاكتوريزي باش يبان لي شي اختزال Racine x plus 1 d'ordre 3 au carré plus racine de x plus 1 d'ordre 3 plus 1. de x à x, x tend vers 0. x plus 1, je vais racine de x plus 1 d'ordre 3 au carré. la plus racine de x plus 1 d'ordre 3 plus 1, on va la Quand x tend vers 0. هنا الا يبقى لي غير واحد ملتيبليكاسيون الى عاودت تولي عندي غاسين ديال واحد دو ضغط اخرى هي واحد واحد اوكار هي واحد وهنايا ايضا واحد هنا واحد يعني واحد زائد واحد زائد واحد راه هي ثلاثة دونك فينا تولي عندي تخوا سي تيرميني نو ما عنديش مشكل داكوغ الله يرضي عليكم لا ميتود اللي درت هنا ودرت هنا شناهي وانا متى عندي شي حاجه بحال كوم سا ا موان بي على شي حاجه انا نسميها مثلا ام وعندي الغاسين في شي واحد في هاد جوج بغيت نحيد الغاسين بيان سور عندي الغاسين دو دغ 3 تنهضر على لا غاسين دو دغ 3 اما دو دغ 4 و 5 نقدروا نطبقوا هاد الطريقه هادي وما تتعطاش لانه يعني شويه كومبليكي تلام تي تعطى غير الغاسين دو دغ 3 في لي في دوفا الوغ تعطاتني كومس شنو تندير لار ذلك في الحقيقة هنا خاص باش نحيد الغاسي اللي يكون عندي هنا ولا هنا خاص هنا تولي عندي ا لا بويسونس 3 ا لا باش تولي عندي ا لا بويسونس 3 شنو تندير كنشد هاد ا موان بي فاش تنضربوها في ا او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري ولتحت هادشي اللي عندنا تحت هو كنضربو في هذا اللي هو ا او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري غير حنا واحد الحاجه كنديروها هاد لا بارتي اللي كتبت الفوق ما كنجيو في بلاصه ديريكتومون كنكتب ا آه را بليسون 3 موان بي ا را بليسون 3 يعني هادي كنديرها غير مونطالمون في بلاصه كنجي ديريكتومون كندير هاد لابارت يعني كنجي ندير هنايا في هاد البلاصه هنايا ا آه را بليسون 3 موان بي ا را بليسون على هادشي اللي عندي هنا لتحت اما اون فيت الطريقه راه هي هادي باش تبقى عندنا ليغاليتي في ليميت خاص داكشي اللي ضرب الفوق هو اللي ضربو لتحت ها فاش نضربو فوق ولتحت هاد الشيء علاش تخرج هي ا بوسونس 3 موان بي ا بوسونس ا بوسونس 3 كتحيد ليا الا كان شي راسين دو دو 3 تيحيد ولتحت هاد الشيء راه تيبقى شوف من بعد شنو تدير فيه داكور فوالا هاد لا تكنيك نعقل عليها مزيان آه غادي نمشيو لدار عليكم من هاد الليميت شنو عندنا في هاد الليميت ناخذ ورقه اخرى عندي ليميت ديال غاسين ديال اكس موان دو 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 على اكس او كاري موان كاتر كان x تنفير دو بلوس سي بون هنا غادي نمشي نعوض غنخرج ليا زيرو على زيرو فور ما عندي تيرميني عندي واحد النصيحة ليكم الله يرضي عليكم شي ملي يكون عندك غاسين ا ألا على واحد ليكسبرسيون بي تقدر تكون هاد بي هي ا يقدر يكون هادشي اللي كاين هنا راه هو هادشي اللي كاين هنا وخرجك فورما انديتيرمين زيرو على زيرو باش تحيد هاد الفورم ان شنو تدير هاد الغاسين سواء كان عندك الفوق ولا التحت راه بحال لا ميم شوز يعني هاد ليكريتور ممكن تكون عندها بحال هكا بي على غاسين لا ميم شوز غير تلقى زيرو على زيرو فورم ان ديتيرمي هاداك الشيء اللي دير هنا دير هنا, دي هنا, دي هنا فين ما عندك الغاسين غادي تضرب فيه الفوق والتحت بمعنى شنو ندير هنايا هاد الغاسين نضرب فيه الفوق والتحت شي يولي عندي غتولي عندي غاسين ا او كاري ولتحت تولي عندي بي فوا غاسين ا وتنكمل ومن بعد تيحيد الفورما دي ديرمين كيوقع شي اختزال وتيحيد الفورما دي ديرمين نفس الفكره غادي نطبقوها هنايا ولكن هادي لي اللي, اللي هنايا غير ملي تتكون غاسين عادي غاسين كاري يعني هنا راه عندنا دو ملي تيكون والو هاد البلاصه تتكون دو مي لا كان تخوا ولا كاتر شنو تندير هادشي اللي غنكتاشفو هنا الله يرضي عليكم شوفو معايا ليسونسيال ملي تيكون عندي غاسين سواء بصفة عامة دوردر ان على بي او لا بي على واحد الغاسين بصفة عامة دوردر ان يكون دو ولا تخو يكون اللي بغا يكون ليسونسي باش نحيد فورم انديتيم هو هداك الغاسين خصو يتحيد هاد الغاسين كاينه هنا خصو ميبقاش هنا لتحت ماشي مشكل الا كان الغاسين لتحت ما خصوش يبقى لتحت بغا يكون الفوق ماشي مشكل هادي هي الفكرة عرفتي يبقى كيفاش غادي نحيدو هداك الغاسين هنا هاد الغاسين باش نحيدوه خاص يكون هادشي كامل على بويسونس 3 باش نطبقو هاد القاعده غاسين اكس دوغ, دوغ, دوغ ان على بويسونس ان ملي تيكون عندنا العدد اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا راه كنحيدو ان مع ان نحيدو حتى الغاسين تيبقى غير اكس غاسين مشى الو هنا باش نحيد باش تولي عندي هنا 3 هاد الغاسين عفاش نضربو فوا غاسين ديال اكس موان دو او كاري غتقول لي علاش لانو شيخ زلف هنا راه بحال يعني عندنا دو بويسونس هنا راه بحال عندي ا لا بويسونس ان يعني بحال عندي هاد القاعده دي اكس ا لا بويسونس ان فوا اكس ا لا بويسونس ان دو بويسونس عند ميم باز شنو تندير كنحتفظ بلا باز باش نجمع هادو اللي كاين فوق ان بلس ان الوغ لو واحد مع جوج تولي عندي ثلاثه الوغ شنو يولي عندي هنايا تولي عندي ليميت ديال غاسين ديال اكس موان دو دوغ دوغ تخوا لو تو ا لا بويسونس تخوا

On a tous les x 2 facteur x plus 2. On a la racine de x moins 2 d'ordre 3 à la puissance 2. Adim 7, mais adim. Extend vers 2. Four hepower head, le terme de x plus 2. On va trouver la racine de x moins 2 d'ordre 3, le tour au carré. D'abord, on a dit un autre. Four hepower head. Le terme de l'année 4. هنا زيرو كات فوا زيرو سي زيرو ملي تيكون عندي زيرو خصني نشوف هاد زيرو بليس ولا زيرو موان ضروري يعني هنا فينالمون تكون لانفين ديما عدد على زيرو كيعطيني لانفين كان درت انا عرفت زيرو بليس ولا زيرو موان كنشوف لو سين ديال هادشي لي كاين في المقام هذا راه بوزيتيف لانو غاسين سين داكوغ هو او كاري و هادشي لي عندنا هنا اكس بليس دو حنا مثلا نقول اكس طونفيغ دو بليس دو بليس صافي اكس كبر من دو الا كانت اكس كبر من دو هذا بوزيتيف زايد بوزيتيف دونك هذا راه بوزيتيف

Alors maintenant, on va dire que l'art est notre limite. On va dire que limite. On dit limite. Limite, de racine, x à la puissance 3, plus 2, moins 5x, plus 1, à la plus 4, 3, Et plus l'infini. Alors, on a l'art est comme. On a un mélange و ما كان فاكتوريزي بشي اكس ولا اكس وكاري كان خرج شي اكس من تحت الغاسي وهذا دي, دي, تيكنيك اللي ديجا انا هادر لهم في لي فيديو الو انا شنو غادي نديرو لهاد عليك شي ميسا تكون عندك شي بولينو كومسا ناقص ولا زائد واحد بولينو كومسا بولينو بخوميا دوغري باش تعرف فين هي يق... الطريقة اللي غادي دير او ديبار واش الفاكتوريزاسيون ولا الكونجولي ديما شد هاد الشيء اللي عندك هنايا هاد البروميير تير طيب اللي عنده بلي كون اكسبوزون الا كان هنايا قوالو بمعنى كاين دو رفع هادي او كاري وشوف واش كتساوي بروميير تيرم طيب اللي كاين هنايا اللي عنده بلي كون اكسبوزون الا كانوا متساويين هنا من الاحسن ضرب في الكونجيكت داكو مي الا كانوا هاد هذا رفعتي او كاري ولقيتي ديفيرون مع لو تيرم هنا اللي عنده بلو غون اكسبوزون هنا من الاحسن انك تخرج واحد لو اكس من هنا وتفاكتوريزي بي اكس باش الامور تكون كليغ نوضح هاد الشيء هنايا هنا هاد اي اكس اللي كنهضر عليها راه هو هاد العدد هذا هاد مو تكون مو ولا بلس ما عندهاش مشكل فيها كنمشي نشوف لو الليك... تايم اللي كاين اللي عنده البليغون اكسبوزون راه هو هذا ايلر فاتا دي على بويسونس 3 غتساوي ليا شي اللي, اللي عندنا نو غتساوي الا درت على بويسونس 3 تولي 125 اكس على بويسونس 3 هنا يلا عندنا اكس على بويسونس 3 دونك مام تساويش ملي تترفع هذا علاش هذا بالذات رفعته على بويسونس 3 وما رفعتهش على بويسونس 2 لانه هنا كنشوف الغاسين لورد ديالو اللي شنو فيه الا كان 3 هادي كنرفعها على بويسونس 3 الا ما كان والو هنايا راه بحال عندي 2 كنرفع هذه اوكاري هادو دي تكنيك اللي كنكتسبهم غير من خلال التمارين ملي تكون تخدم التمارين بزاف تكتسبهم اما انت نفترض هاد لي تكنيك تنساو عليك انا انت عندك في دماغك الكونجيغي الا ما خدمش الكونجيغي راك تفاكتوريزي وبعض المرات راه تقدر تفاكتوريزي وتخرج كاع ثاني فورم عندي تيرمين تتكمل بالكونجيغي او لا دير الكونجيغي وخرج لك فورم عندي تيرمين وتكمل بالفاكتوريزاسيون داكوغ فوالا راه شوف شنو غادي ندير هنا الله يرضي عليكم كنمشي لهاد الغاسينات الداخل ديالو عن فاكتوريزي بهاد البويسونس هادي الكبيرة إكس على بويسونس خوا شوف شنو غادي يوقع هنا تخوا هنا إكس على بويسونس خوا فاكتور شنو يبقى هنا تبقى أن هنا تولي دو سيغ إكس على بويسونس تخوا راه إلا درنا ديفلوبمون غنلقاو هاد الغيزولتا هادي يا أون فيت شنو تندير شتي إلا كانت عندك أ بلوس بي و نتا باغي تفاكتوريزي بسي و هادشي هدرت عليه بزاف ديال لي فيديو

1 plus 2 sur x à la puissance 3. Moins 5x plus 1. Plus la limite 1 plus l'infini. Et de diminution 3 à 3. Donc la 3 a chemin 3 la racine la racine est par x. Aïe d'être égal 2 sur x à la puissance 3. Moins 5x plus 1. Plus l'infini. Et donc on x. factoriser x, Donc je trouve l'x. x, on a pas l'yaréole. واسين ما دوغ دوغ تخوا دوغ دوغ تخوا تقدر تنسى دونك دي مرة البال ان بلوس دو 1 +2 /X على اكس على بيسونس تخوا هنا غاتبقى غير سانك بلوس ان على اكس غاتولي واحد على اكس دابا درنا هادي غاتعطينا هادي اكس موان سي اكس و اكس في واحد على اكس بعد الاختزال غاتعطينا واحد عندنا مزيان في فاكتوريزاسيون دابا تنحسب ليميت الا حسبت ليميت ديال هادي جوج على لان زيرو زيرو واحد زائد زيرو واحد وغاسين ديال ان دو دو تخوا راسي ان واحد ناقص خمسة شحال ناقص ربعة واحد على لانفيني زيرو دونك غتولي عندي هنا في هادشي كامل ناقص ربعة و ناقص ربعة في بلوس لانفيني لأنه إكس ليميت ديالها راه بلوس انفيني بلوس انفيني ناقص ربعة راهي موان انفيني نكتب موان انفيني و ندير جيستيفيكاسيون كار نكتب ليميت ديال هادي سي بلوس انفيني ونكتب ليميت ديال هادشي كامل سي موان كاطر من الاحسن ليميت ديال هادشي كامل ايكال موان كاطر خلاص سي تخي كلير بغيت تكتب حتى ليميت ديال واحد على اكس وليميت ديال دو على اكس شحال كتساوي راه مكاينش مشكل كون مزال تي جوستيفيتي مزيان كون ما احسن دابا الله يرضي عليكم غادي نمشي لهاد ليميت هادي عندي ليميت ديال اكس موان دو اكس نوغ دوغ تخوا ان بلوس انفيني الوغ شنو نقدر ندير هنايا أه نقدر نفاكتوريزي ب اكس لداخل هنا ب بي على بيسونس شوف شنو يوقع هنا اكس دو دو هنا تولي اكس على بيسونس 3 الا بغيت ب على بي هادو بجوج نقسم على اكس على 2 اكس الا قسمت على اكس على 1 اكس هتمشي مع اكس 2 على اكس كاري. موا واحد مقسوم على اكس كاري اكس على 3 تبقى واحد على اكس على بيسونس 3 سي عند بليس لانفيني تبقى اكس هنا الغاسين نفرقو شا عندي تولي غاسين ديال هادي نضرب في الغاسين هاهي الغاسين ديال اكس على بيسونس 3 3 و ديال 2 سور اكس كاري 1 سور اكس على 3 دور دور إكس هنا تبقى إكس غاسين 2 sur x au carré moins 1 sur x à la puissance 3 plus l'infini Un facteur x factor 1 moins 2 sur x au carré moins x. 1 de x à la, la puissance 3 donc 3. D'abord plus infini. j'ai l'infini à 0. 0. Log, 0 1 sur infini 0 Et dans notre cas 0 à 1 sur 0, 1. 1 plus infini c'est plus infini. C'est plus infini. Justifie car lim est plus infini. داكوغ و ليميت ديال هادشي يكفي انك تقول غير ليميت ديال هادشي لي كاين هنا لداخل سي زيرو غتولي واحد ناقص زيرو بين واحد بليس انفيني دونك سي تخي كلير غادي نمشيو لحاجة اخرى الله يرضي عليكم ناخد ورقة اخرى غادي نمشي لهاد ليميت هادي ليميت دو إكس موان تخوا على الغاسين ديال إكس موان تخوا كون اكس طون فيغ تخوا بلوس هذه هادي الى عوضتها تعطيني زيرو على زيرو فورم عندي تي و هاد ليميت كتشبه لهادي لي الفوق منها شوف هاد لبخا هادي كتشبه لهادي كتهضر تقبيلة على هاد المسألة هادي تيكون عندك الغاسين ديال شي حاجة على بي هنا يكون الغاسين كاع انيا معندناش مشكل او العكس بي على الغاسين ديال شي حاجة وضع يعني عندك فورم ان قلنا شنو تنديرو الوغ قلنا هاد الغاسين خصو يتحيد كيف ندير تنحيد داك الغاسين هنا عندي الغاسين دو دو 3 باش يتحيد خاص هادي كامل تولي على لا 3 alors باش تولي على لا 3 ديجا هنا عندنا واحد نضرب في هذا الغاسين على بوسونس 2 فوق لتحت شوف هادي غادي نضربها في الغاسين اكس موان 3 دو دو 3 او كاري وهذا غنضربو نديرو تل فوق اكس موان 3 في الغاسين ديال دو دو 3 او كاري فوق x موان 3. غاسين x موان تخوا 3 تخوا أو كاري ولتحت هنا عندي على بويسونس أن هاد أن عندنا برودوي ديال دو مي باز لا باز هي هادي واحد جوج تولي عندي تخوا كون إكس تونفيغ تخوا بلوس دابا شنو عندي هاد تخوا مع تخوا و غير إكس موان تخوا فوق إكس موان تخوا ديال إكس موان 3. هنا دو دو 3 او كاري 3 بلس هذه غادي تمشي شنو غير هذا ديال اكس موان 3 دو 3 باختصار عوض نكتب اكس 3 بلس نقدر نكتب غير كوم سا راه دا تبقى دابا نمشي نعوض هنا نعوض في 3 تعطيني زيرو الغاسين ديال زيرو لوغدر اللي بغا يكون هنا مات ما الغاسين بصفه عامه ديال زيرو ان زيرو كل اللي بغا يكون هنا. 0 au zéro carré c'est 0, donc c'est terminé c'est 0. D'accord Donc, nous les avons techniques de la technique. La euh, deuxième ligne ou la troisième ligne Nous va voir la dernière vidéo. Partie 2, nous allons voir de la racine. Chers élèves, merci infiniment. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala, wa barakatuh.